اي جايز، صباح الخير. كيداير؟ لاباس عليكم؟ اليوم ما باغي ندوي على واحد الموضوع، فهمتي؟ ديما كلشي كيدوي على النجاح، ندوي شويه على الفشل. الفشل حتى هو زوين على حقيقه. اصلا النجاح كيجي من الفشل، يعني ما كاينش اصلا شي نجاح بلا فشل، ولا بد من الفشل. كما كنت قلت في واحد الفيديو شحال هادي، انا كنحب الفشل، فهمتي؟ وما عادش ندوي على بزاف ديال التجارب الفاشله في حياتي، وتنفشل فهمتي كل سيمانه وكل شهر وكذا، وقدر يكون هذا هو سبب النجاح. غادي ندوي على واحد التجربه مؤخرا طرات، فهمتي؟ تجربه وحده عندو على تجربة وحدة، لعل وعسى تكون واحد العبرة لواحد الناس اخرين، فهمتي؟ تانسبيرو منها، يديرو منها شي حاجة. وفي الاخر هذا هو الهم من كاع هاد لي فيديو هادو، هو فهمتي انت باغيك تتحرك، باغيك دير شي حاجة. المهم، البارح كان سان فالنتاين وكانت الدنيا مزيانة وكان البيع طالع وكنا موجدين ليه قبال وكنا خدامين وشي شهر ونص هذا باش بدينا، والامور كانت غادا مزيان وكنا فرحانين وعندنا طوب ديال كنا جبنا واحد البرودوي ودرنا ليه واحد الحملة ديال البري اوردر، وجبنا اكثر في 3000 اوردر قبل سان فالنتاين، وعرفنا عليه الطلب بزاف وكوموندينا يجي من لاشين، وجا دخل لتايلاند، ودونك حنا صافي راه بي البرودوي هذا يقدروا يعرفوا بزاف ديال الاخوان اللي هو هذا الاخ هذا الزويون، فهمتي؟ درناها اوكي احسن هدية ممكن تعطاها في سان فالنتاين، والاخوان الحجرة تسالت ليه. المهم سميتو توكينغ هامستر، فهمتي؟ هامستر كتقول ليه شي هضره كيعاود، يعني منتج بسيط. المهم اوردرينا منه 10000 والامور غادا مزيان، المبيعات غادا طوب، والفيسبوك كامبين فهمتي يوميا كتجيب السيلز. هادي كتجي وصل للديوانه تقول لك لا ما غاديش تاخذ، لان كاين واحد القانون في الطيران تيقول لك ممنوع تستورد الالعاب الا الا كانت عندك رخصه. وبالتالي مشينا تسجلنا باش ناخذ الرخصه، وحاولنا نسرعوا الاجراءات، ولكن قال لينا غادي تاخذوا ان شاء الله من بعد 3 شهور، ومن بعد 3 شهور خصنا نخلصوا كاع هاد الفتره هادي اللي جلس عند الديوانه. وهادشي يعني الخساره قداش كبير، الخساره ديال البرودوي، الخساره ديال غادي نخلصوا الماكازيناج، الخساره ديال اصلا حنا ما بايعينوش لان كاع دوك الاوردرز كاملين تكنسلاو لينا، تعطلنا على عباد الله وخسرناهم اصلا، وزدناهم عطيناهم كوبون ديال 20% باش نحصروهم، ديال لو بغيتي تشري في المستقبل سمح لينا هكا كوبون، وزيد عليها الخساره ديال فيسبوك ادز اللي خلصنا، وماشي فيسبوك ادز بلا ما غادي نقول الشركات الاخرين، لان كنتعاملوا مع بزاف ديال الشركات ديال الاعلانات، لان الا كان البيزنس ديالك ما يعول على فيسبوك ادز بلا ما تسميه بيزنس غير دور تحت. ولكن في هذا الظرف هادي كان دي برودوي اخرين اللي جبناهم في سان فالنتاين الحمد لله ومشاو مزيان وكوفروا الخساره. واش خرجنا رابحين؟ لا ما خرجناش رابحين، خرجنا بخساره في الاخر اللي هي خساره صغيره اللي شي غطى على شي. واش ديما كتربح؟ لا ماشي ديما كتربح، مرات كتربح مرات واش هادشي استفدنا منه؟ استفدنا منه بزاف، لان العام الجاي راه عندي الرخصه ديال الالعاب، ندخل الالعاب وباقي عندي ستوك، وجي سوي سور غادي نبيعو قبل العام الجاي، عطا الله المناسبات باقي جايين وعطا الله فين يتباع وباقي عندي الرخصه. طلعت باش كنقول المايند سيت مهم، المايند سيت كتخلق الفرق ما بين واحد وواحد. انا كنشوف الحل في كل مشكله، كاين خونا اللي غادي تجيب ليه حل، غادي يشوف لك المشكله في كل حل، غادي تعطيه حل يقول لك لا هذا ما تيخدمش لانه هكا، لا هذا ما يخدمش، يبقى ديما يعرق لها. واخر ميساج اللي بغيت نوصله هو شوف، غادي تقبل الفشل، بغيتي تمشي بعيد تولي صاحب الفشل، يولي عشيرك كتبات انت وياه، تتعشى بيه كيتغدى بيك، المهم ديما فهمتي مرافقين في الطريق، ديك الساعه تمشي بعيد وتبقى مرتاح. انا بزاف ديال الاخوان تيجي يقول لي اخويا سيمو باغيك تقول لي، تقول لي اوكي، تقول لي انا باغي ما باغيش نفشل، ما باغيش تفشل ما غاديش تنجح، ما كايناش اصاحبي شي حاجه سميتها ما باغيش تفشل وباغي تنجح، ما كايناش امبوسيبل. وكاع الى جات غادي يكون نجاح يا زهر، وكما قلت كاع الى كان النجاح غادي يكون شي نجاح زهراوي، يعني الى جيت عاود وما هادشي طرا ويقدر يتبدل الدومين ويقدر يقدر بزاف ديال الحوايج، وبالتالي ماشي ناجح. ما كنسميوش واحد عندك ذا فورمولا ديال الساكسيس تبقى تعاودها وتعاودها وتعاودها ويسدو عليك الباب تعاودها وتبدل. صديق مصر كان قال لي في 2017 واحد الجمله اللي ما بغيتش تنسى ليها، قال لي عافاك اخويا سيمو انا باغي شي بيزنس ما فيهش المشاكل، قلت له ما يمكنش نعاود، لان الفلوس ديما كاينه من ورا المشكل، ديما الفلوس كاينه من ورا مشكله. كتبغيش انت تاخد الفلوس خاص تحل المشكله، كتحل المشاكل لراسك وكتحل المشاكل للناس اخرين، بحال دابا فهمتي راه هذا راه حليتي ليه مشكله، هو كان تيفكر اش نشري في سان فالنتاين، جبتي ليه انت وبينتي ليه في اشعار واعر كيدوي كيتجاوب مع بلوغتو لغة بلادو، بلاد لغتو لغة بلادو، راه نسيت ما قلت واحد الخسارة أخرى، هي جبنا ناس موديل زويونين مثلنا الإشهار، حتى الإشهار حتى هو تخلصوا فيه دوك المودلز وتخلص الكاميرامان وتخلص كل شيء، وفي الآخر حتى هادي زيد على الخسارة راه نسيتها. والعورية ديال الناس تيبان لك كيديروا الفلوس هو القوة ديالهم في كيهاندلوا المشاكل، المشاكل اللي عندنا خاصة كاملة راه مشاكل صغار. إلا واحد الصاد تيعجبني اللي هو دونالد ترامب، تنتمنى تقرا الحياة ديالو، نسى ليا داكشي ديال العنصرية
سالي هذوك الافلام اللي كيحفظوك وداك الشيء اللي كيحفظوه عليك وتجي كتعرضو، لان ما خاصكش تبقى تعرض، خاصك تولي تخدم هذا قبل كل شيء. ديما بقى فهمتي تقرا نتايا، ما تبقاش تسمع راه التي في ولا كاع داك الشيء هذوك كيتسمعوا لك باش تخرج انت تبقى تعاود نفس الهضره وتبقى عايش حياتك كي كتعاود. غادي تمشي غادي تقرا على الحياه ديال دونالد ترامب، الصفقات ديالو كل شيء ديالو، غادي تعرف الحجم ديال الضغوط والكريديات فاش كيدخل راسو والمشاكل. هو ما فهمتش تسمع شي كريديات خياليين، انا الا كان عندي هر 0.01% ديالهم نبات بلا ناس والله ما يجيني. القوة ديال داك السيد ولا بزاف ديال الناس هي القوة انه كيهاندلوا المشاكل، وبالتالي الاخ خاص تولي تقبل المشاكل، لان المشاكل هادي طراو باي بال هادي تسد ولا هادي صيفطوا لك اجي كونفيرمي معانا هادي فيسبوك هادي تسد اجي جو المشاكل من المعلم السوبلاير طلع لك السلعة كاين طرا شي مشكل كاين شعلات فيها العافية كانت هادي عند الداش ال في هونغ كونغ وشعلات فيها العافية يعني هادي ما تخرجلكش كاع من الحساب كاين حصلات في الديوانه والقوه ديالك كتبان تتهاند لهاد المشاكل. خلاصه القول ديال هاد الفيديو هذا كامل هو المشاكل خاصك تولي تبغيهم وتعرفهم راه جايين جايين، مادام غادي تتحرك غادي ينزل عليك مشكل خاصك تحلو، خاصك تبدا تحل المشاكل وتبدا توقع المشاكل اللي ممكن تطرا وتحلها والفشل غادي تقبلو. وكون عارف الا ما كان عندك حتى شي مشكل راك واقف بلاصتك، الا ما كنتيش راجع للور ولكن انت كاع واقف بلاصتك راك راجع للور، لان الوقت كيدوز ما كاينش حاجه كتحرك تيجيو المشاكل. اي فوا تحرك غادي ينزلوا عليك المشاكل وطلع لي في راسك وتبارك الله. اس بعدا قبل ما نمشي خصني نقول واحد اللعيبه اللي تخاف شحال من واحد يقولها يقدر يعني شي يقولها على راسو ولا قال لي شي واحد تيتقلق انا فاشل اسيدي انا فاشل، لان فهمتي خاص تبدل داك المنظور ديالك كيفاش كتسمع كلمه فاشل. بالنسبه لي انا عاديه، لان في الداخل ديالك الداخل برمجوك كتخاف من الفشل وبالتالي ما غادي دير والو في حياتك لان انت خايف اصلا. ماشي مشي بعيد خاص تقبل عاجي ما تراور غنبداو عاوتاني. والله الاخوان واحد القضيه اللي تفكرتها مزيان قبل ما نسالي هذا الفيديو تدير مشي الناس راه دابا اصلا 11 ديال الليل هادو فيا الناس وعيني كيتسدو كنحلم غير بزاف هاد الفيديوهات هادو وراه باين اصلا عيني مسدوجي. واحد القضيه مزيانه اللي بدلت حياتي وتنعقل ملي كنت في البريمير اني بي تي اس يعني بعد ما جيت الباك بعام وكنت عاقل بدا عندي واحد الخوف كبير من المستقبل ناري اش غادي ندير غادي نسالي قرايتي اش غادي ندير ناري اش غادي ندير وما عايش حياتي خايف من المستقبل. دابا حاليا انا عايش هاد اللحظات وكنصور فيديو كاين هنا، ديك الساعه ما كانش عقلي كان ديما ساح كيفكر في المستقبل واصلا ما كيفكرش فيه بطريقه صحيحه وكنت ديما ما عايش حياتي وخايف ديما خايف وخايف من شي حاجه ما طرا. واحد النهار كنت واقف قدام محطه ديال التران كنت غادي نيت للناظور كنت ديك الساعه الله ساليت البي تي اس وكنعقل قدام محطه ديال التران تكحل شويه على الشاجر اليسر كان واحد خونا مفرش بلاستيكه وناعس في الزنقه وبقيت كنشوف فيه صافي وانا نقول دابا انت باش واعر على هاد خونا هذا وشنو ممكن كاع يطرا اسوء من هذا اخر حتى انت تجي تشد ميكه وتجي تفرشها وتنعس في الزنقه ما تبقاش تمرض راسك اشنو ممكن كاع يطرا اخر حتى باش انا واعر باش انا واعر على هاد خونا علاش انا ما نتقبلش هو. صافي ديك اللحظه قلت تشوف انا مستعد نفسيا ان فخر ايامي نكون انا هو داك خونا. صافي شفت داك خونا شفت فيه مزيان صافي دعني صاب عيش حياتك راه اخرتها كاع الا طرا سوء سيناريو هو يكون داك خونا اللي شد الميكا ماشي شد الميكا ما تفهمش غلط كان شد الميكا ناعس عليها ماشي شد الميكا كيضرب السيليزيون على حقاش كنتي كضرب السيليزيون ولا شي حاجه ولا شي مخدر اخر داك خيار ديالك ناعس في الزنقه ماشي خيار ديالك يقدر فهمتي تكون شي ظروف ولا شي حاجه مي اخرتها ماشي مشكل واصلا ملي تكون عندك المايند سيت ما غاديش ترجع تعيش في الزنقه كاع الا عشتي في الزنقه وماشي مشكل يعني تخيل راسك انا رجعت للزنقه فهمتي انا غير كيما نقدر نعيش ب 2000 و5000 دولار في النهار نقدر نعيش ب 5 دراهم في النهار عادي 5 دراهم فهمتي بالزربه انت ماشي عاودني تفهم غلطه واحد الحاجه انا ما كنعيش ب 2000 و5000 دولار في النهار مره فهمتي ملي كنكونوا في شي مرات هي فاش كنعيش بهاد الثمنات اما راه كنعيش عادي كنبقى في الايام ديالي وديما كنبقى في هاد القضيه ديال مع المغاربه باش ما تفهمش غلط باش ما تفهمش غلط باش ما تفهمش. دونك كما قلت ممكن فت ندير داون جريد بالزربه طرا شي حاجه داون جريد انا شخصيا ممكن نعيش ب 5 دراهم في النهار بالزربه بالزربه نتبدل طرات الله يحفظ شي حاجه كذا صافي من ورا غادي ندبر على خدمه يا ماكدونالد يا سونتر دابيل وغادي نعاود عاوتاني لان باقي عام ولا عامين عاوتاني صافي غادي تلقاني عاوتاني صافي مشيت صافي سهل الله لان فهمتي ما مشاتش اخطر حاجه اخطر حاجه كاين عند الانسان واغلى حاجه هي والواحد يطلب يبقى ليها صحته والعقل فاكيت شي افكار اللي طرحوا لي في بالي زعما قلت واخا السيمو زعما شنو اللي قدرت دير في هاد العامين هادي فهمتي شي حوايج اللي ولا بد طرحوا لي في راسي وقلت نقولوا اول حاجه فهمتي انا ما كنتفرجش في الكره ما عمرني تلقاني مخلص قهوه باش في ديك العامين
ولادك العام فهمتي، وانا ما عنديش. وانا كتلقى بنادم ما عندوش وكيقول لامو لا عطيني نمشي نتفرج في الماتش. انا شخصيا واخا يكون عندي ضمد نكون خدام في شي مطعم ولا في شي سونتر دابل ولا اي حاجه ولا اي خدمه، ما عادش نمشي نتفرج في الكوره، لان باقي انا ما كتسمحش لي الوقيته باش نمشي نتفرج في الكوره، لان اصلا الماتش طاري فيا انا، يا الماتش ديك الساعه طاري فيا انا، عاد نتفرج في الماتش ما نتفرجش في التلفازه، لان التلفازه كاع داكشي اللي كتعطيك بولشيت، ما عندها باش تفيدك، ما كيعطوك حتى شي حاجه، وهذوك التلفازه فهمتي تيبيعوا لك الازمه. حاجه اخرى ما عادش نمشي، ما كاين لا سامدي سوار لا الجمعه بالليل لا السبت بالليل، ديك الساعه لان السهره ديك الساعه طاريه فيا انا، علاش نمشي نهضر؟ كتلقى بنادم موظف عادي وكيمشي لشي بلايص يمشي يسهر باش ياخذ تصويره باش يبان واعر، فاك كتكذب على راسك. اللباس ما نحتاجش نلبس براند، نلبس شي حاجه عادي، ما نحتاجش نلبس زارا، غادي نلبس تيشورت عادي، غادي نلبس كلشي عادي، ما عادش نحتاج بحال دوك الكوستيمات اللي كنبان بهم ديما كاستم ميد مقادين ليا انا، ما تلقاش كوبي ديالهم في العالم. دونك دابا ونزيدك حاجة أخرى، حتى الديزاين أنا اللي راسم، ولكن هادشي دابا قبل لا صاحبي، ما لبس لا براند لا والو، لبس تيشورت عادي وتجي لبس شورت عادي ولا سروال عادي جاكيطة عادية ديال 100 درهم بارك، لأن الوضعية ما كتسمحش. ما عادش نحاول نبان أنا لاباس عليا وأنا راه ما لاباسش عليا، نبقى نكذب على راسي، تعرف راسك شحال كتشد فهمتي، لا اللبس مزيان كدا وكيزيدو كيهز واحد السوارت ديال الأودي وكيهزو السوارت ديال المرسيدس، هو ما عندو طوموبيلة لا والو، وخارج تيتم صورت في يد والايفون مدرح في يد، ويقدر يكون فري لان فهمتي تيخسروا فلوسهم، هادشي فاش كيمشيو الفلوس فهمتي، تيمشيو في التضاور الخاوي. لا يوم هذيك يقول علاش ما شريتش ايفون اكس، نقول لهم سي ساو باش نصور دابا باقي خدام، علاش نشري؟ واهم حاجه ماش ندير بحالهم كيمشيو كيشدوا الطوموبيلات بالكرياتي، لا خويا اش بيني وبين شي طوموبيل، هادي هادي ركب في البابليك ترونسبورتيشن، هادشي الا ما لقيتنيش درت شي بيكال عادي، غادي نعيش مأزم. وما عادش نشري دار بكريدي، وما عادش نمشي نكري شي دار والو، غادي نمشي غادي نكري شي دار اللي عاجبني ونقدر نكري بيت. المهم اهم حاجه ديك الساعه هي الكاش بيبي، نجمع الكاش، جمع 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 الفلوس اللي ممكن دير بهم من بيت شي حاجه. بيان سور غادي تعيش واحد العامين ولا شي عوام مكفسه بزاف باش تعيش البقيه ديال حياتك مرتاح، ما خاصك تاخر على العود، ما قليل راه كلشي باغي يعيش دابا، ما كاينش اللي مستعد فهمتي يدفع الثمن، وهذا هو أسوأ سيناريو كاع ممكن يطرا فهمتي. مع قلت باجي سميتو غادي يقول لك لا راه ما يمكنش الوقت صغير، لا خويا لا، شوف غادي داون جريد ديال الحياه ديالك كامله، وغادي تمشي تقلب على خدمه وا زيرو، غتبدا غادي توصل.